يعني مثل ما كنا عم نشوف في سلبيات للتعرض للسوشيال ميديا، ولكن ما فينا ننكر انه في ايجابيات كتير كبيرة ممكن نستثمرها لحتى نعطي صورة حلوة ومهنية عن شغلنا ونسوق لأنفسنا بطريقة صح. فبالإضافة للسي في يلي منقدمه للإتش آر، فينا نحول السوشيال ميديا تبعنا لمعرض كامل عن أعمالنا. يعني مو بس كل ما خطر لي أنا غنية اكتب كلماتها، مو خطر لي إنه هيك بدي سمع حدا كم كلمة بحطوا آخر شي هاشتاج مقصودة، أو إنه هيك بنسى حالي بدوري أبطال أوروبا فبتحدى رفقاتي بالكلمات النابية وبالقصص الثانية. لأنه خدوها قاعدة يا جماعة، أول شي حيعملوا الإتش آر جوجل كونت، حيشوفك بالسوشيال ميديا شو عم تعمل. قديش مهم انه نحول صفحاتنا لقصص بتفيدنا او صح. نستغل السوشيال ميديا لانه هي عم تستثمرنا فنحن بنقدر كمان نستثمرها. شو الطريقه الصحيحه لنحول صفحاتنا الخاصه لمعرض اعمال وكيف نخليها تعكس صوره مهنيه واحترافيه عنا؟ رح نعرف كل هاي التفاصيل مع ضيفتنا بالاستوديو الخبيره بالتنميه البشريه شيرين نحلاوي اللي انضمت لنا. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. في شيء بعلم اداره الموارد البشريه والاداره بيقول انه الاكسترنال بيرسبكتيف برستيج، هذا مهم جدا نحن نرسمه لحياتنا لحتى نعمل هيبه خارجيه مدركه لنا. كيف انا عم دمر او عم عزز هيبتي الخارجيه المدركه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صارت بيئة تفاعلية، بيئة تفاعلية تشاركية، نحن عم نتشارك خبراتنا ومهاراتنا والسيفيات تبعنا مع كتير أشخاص موجودين معنا، منهم منعرفهم ومنهم أشخاص ما منعرفهم. صحيح. فيعني نحن منلقى القبول من خلال هاي التشاركات وهي المحتويات اللي المفروض إن اليوم بعد خبرة كذا سنة على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تكون غنية، أو هي بدها تكون سطحية ما بتلفت نظر حدا. المطلوب منا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي إنه نحن لحتى نشد الأشخاص ونكون فعلا محتوانا غني، أول شيء إنه نكون أشخاص حقيقيين. وقت بكون أنا شخص حقيقي، وقت بكون أنا بعكس على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة اللي أنا موجودة عليها فعلا، خبراتي المضبوطة، أنا ما ببالغ، وبنفس الوقت أنا ما بحط من قيمة الشيء اللي أنا موجودة عليه. فهذا الشيء يا أما بيغني الصفحة وبيشد الأشخاص لي، يا أما اليوم بسبب خبرة الأشخاص صرنا نعرف أنه في صفحات يعني معنى حقيقية أو مبالغ فيها. فكتير ادعاء ادعاء، فكتير المفروض اليوم أنه أنا أكون حقيقي. وانتبه لهي النقطة، شغلة كتير مهمة. طيب هل في دراسات معينة اليوم بتورجينا أنه في نسبة فعلا موجودة من قبل الـ HR يلي بيراجعوا الأشخاص المتقدمين للوظائف، بالأخص أنه بآخر فترة سمعنا عن LinkedIn واللي هو قائم على هي الفكرة أصلاً، أنه أنا بحط إنجازاتي وبحط كل مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموقع، وبيقدر أي حدا بالهيومن ريسورس يفوت عليها ويشوف أنا شو عاملة بكل مواقع التواصل الاجتماعي. فشو هي هي النسبة؟ كتير مهم اليوم عن طريق مواقع صفحات التواصل الاجتماعي نعرف أنه نحن هي ما صفحة شخصية، هي بطلت صفحة شخصية، هي الصفحة صارت هي تشاركية مع كتير أشخاص وكتير عالم. مزبوط. في دراسات بتشير إلى أنه مدراء إدارة التنمية الموارد البشرية بيطلعوا على محتوى بعض الصفحات للأشخاص اللي بيهمهم أمرهم. مو بس هيك، توسع الموضوع أكثر، حتى اليوم الأشخاص اللي بيطلبوا قروض من البنوك أيضا هذا القرض ممكن تندرس يعني خلفية هذا الشخص وسلوكيات هذا الشخص من خلال محتوى بمنصات التواصل الاجتماعي. حتى شركات التأمين صارت تنتبه لهذا الموضوع، يعني قبل ما بيصير شركات التأمين قبل ما يعطي تأمين لهذا الشخص بيشوف شو خلفيته، شو سلوكياته، شو المحتوى، هل هو محتوى متهور، هل هو سلوكياته منضبطة غير منضبطة قبل ما يأمنوا على هذا الشخص. فمزبوط هذا الحكي. فنحن اليوم مطلوب أن نكون أكثر جدية بالتعامل مع هذا الموضوع، وهذا أمر طبيعي يعني بعد مرور كذا سنة على مواقع التواصل الاجتماعي نصير نتعاطى بطريقة صحيحة أكثر بهذا الموضوع. تمام. أنا على طول بقولها كل ما بنحكي بفقرة فيها مواقع التواصل الاجتماعي أو إعلام إلكتروني أو تسويق للذات عبر المنصات، بقول مواقع التواصل الاجتماعي كالشارع تماماً، كما تتلفظ في الشارع أمام الناس عليك أن تتلفظ في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مو تأخذ راحتك بالكومنتات والبوستات اللي أنت ممكن تندم عليها لاحقاً. مثل ما بتقعد قدام العالم بالشارع فأنت كمان المفروض تعطي هيبة لإلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أنت من خلال صفحاتك على فيسبوك على إنستغرام عم تفوت لكل بيت حدا ممكن تكون فيه سيدة محتشمة، ممكن يكون فيه ابن قدام أبوه إيه، فعم يشوف الريل تبعك. فأنا هيك بحسب صراحة على المحتوى تبعي بالسوشيال ميديا. طيب أليس من تقييد الحرية من قبل إدارة الموارد البشرية أو مدراء الشركات أنه
ياخذوا سلوكيات موظفينهم على مواقع التواصل الاجتماعي بما يناسب شركاتهم، يعني انا بدي اضطر غير شخصيتي كرمال البنك اللي انا بشتغل فيه، وين الحريه بهالموضوع صفي؟ لا ما بدي غير شخصيتي، بس انا بدي اكون اكثر واقعيه واكثر حقيقيه، واليوم الخيار بيرجع للشخص اللي عم بيختارني انا، المحتوى اللي انا بدي اقدمه كل ما كان غني، كل ما كان معبر اكثر، كل ما كان قريب للواقع اكثر، وكل ما كان متنوع لكن بحدود، التنوع مو انه انا حط شغلات بعيده عن واقعي وانا بشتغل على كذا منصه او انا بكل مكان عم بنشر فيه كون انا شخصيه شكل وكون أنا بتبع سلوكيات شكل، مع أنه في دراسات بعلم النفس أثبتت أنه نحن تتغير سلوكياتنا باختلاف المنصات على تيك توك غير إنستغرام غير نحن على الإنستا وغير على تويتر مثلاً أو إكس اليوم للمثقفين، خلينا نقول خلينا نقول للمثقفين والإنستغرام خلي يكون للميديا والفيسبوك خلي يكون للقراءات، فتنوعت السلوكيات فنحن بنختلف من مكان للتاني، فهذا تنترك الحرية للشخص اللي عم يطلع على هذا المحتوى، يا أما هو بيتقبله يا أما هو بيشعر أنه هذا المحتوى فيه إساءة ما بيناسب شركتنا، هذا الشخص عنده تعليقات سلبية على الشركة اللي اشتغل فيها من قبل فهو ما المفروض أنه يكون معنا. هي صايرة معنا بأحدى الشركات تمام. أنه جاي حدا يتوظف وهو كاتب بوست عن الشركة من قبل انه بكل عين فأديه بكل عين جريئة على نفسه، اكيد انا كمدير اداره موارد بشريه بدي خاف انه خلي هذا الشخص يفوت لعندي لانه اي ثغره بده يشوفها مباشره بده يحكي بدل ما يناقش ادارته عم يحكي على شكل علني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وهي نقطه كثير سلبيه، فمن حق اداره موارد بشريه او اي حدا ثاني انه هو يطلع على هذا المحتوى ويشوف السلوكيات لحتى يعرف مرجعيه هذا الشخص. صحيح هذا امر طبيعي. اليوم صرنا كلنا بصوره انه مواقع التواصل الاجتماعي عم تستثمر الأشخاص اللي عندهم مشاهدات عالية اللي عندهم كاريزما اللي عندهم حضور مثل ما الشخص كمان عم يستثمر هاي المواقع لحتى يحصل على مبالغ مالية أو لحتى يحقق ذاته، في أشخاص ما عندهم إنجازات بالحياة ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي عندهم خلينا نقول فانز وقاعدة جماهيرية، فهون عم يصير في لبكة، يعني في ناس عندها بالحياة إنجازات، في عندهم ناس كثير اكسبيرينس خبرات دورات عاملين مثقفين، وبالمقابل في تيك توكرز يوتيوبرز لا يملكون شيئا غير انهم بيضحكوا العالم عم يوصلوا لمراتب عالية جدا، فأنا اليوم بهي العجقة شو الستاندردز تبعي لحتى أنا أخدم نفسي على مواقع التواصل الاجتماعي، أخدم السي في تبعي من دون الأخطاء الشائعة اللي عم بتصير وأقدر أكون أظهر بصورة شخص متوازن فيت حالي في السي في تبعي. بما أنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي مثل ما ذكرنا بوابة عم يفوت منها كثير من الأشخاص عم يتصفحوا محتواي عم يقيموه عم يقبلوا او عم ما بيناسبهم عم يبتعدوا عنه عم يرفضوا، خلينا نقول في انه في يعني مقاييس او يعني نوعين يعني او نمطين كثير مهمين لاختيار مواقع التواصل الاجتماعي. فانا بدي اختار مواقع التواصل الاجتماعي لحتى اسوق لنفسي وانتبه منيح انه انا في مواقع ما يعني ما بتناسبني او هي انتشارها مو موجود يعني قريب بالنسبه لي، انا يا اما باخذ نمط هذا الموقع او نمط هي المنصه اللي انا بدي اشتغل عليها، اذا انا مثلا بدي اشتغل صوره او يعني ماده لها علاقه بالصوره انا خليني اروح مثلا على شيء له علاقه باليوتيوب، خليني اروح على شيء له علاقه بالانستغرام، اذا انا بدي اسوق مثلا لماده علميه خليني اروح مثلا على تليجرام على X. قنوات على اكس، خليني اروح مثلا على فيسبوك لحتى انشر مقالات، فكتير مهم اليوم انه هدول الاشخاص عم يختاروا المنصه المناسبه انه يطلعوا من خلالها. وشيء ثاني كمان كثير مهم انه حتى هدول الاشخاص وقت عم يكونوا بمكان مو المكان اللي هن اساسا كانوا موجودين فيه عم ينتقلوا لاماكن ثانيه عم ياخذوا بعين الاعتبار قد ايه مهم انه هن يستهدفوا المنصه الموجوده بهذا المكان. صح. لانه اليوم نحن بسوريا اكثر استخدامنا على الفيسبوك انستغرام وانستغرام يعني حديثا من خلال سنتين او ثلاث سنوات. صح. عم نروح لمكان ثاني مثلا عم نروح على الامارات عم نشوف اكثر شيء سناب شات وانستغرام، عم نروح على مصر عم نشوف اليوتيوب هو لساته يعني التوب بهذا الموضوع، بالسعوديه عم نشوف انه تويتر اكس هو اللي اكثر شيء عم تنشر من خلال اكس تويتر بلبنان جدا رائد تيك توك انستغرام كثير بلبنان توك. تمام فعم تتنوع هاي المنصات هذول الاشخاص تيك توك سوري انا يعني تيك توك بالصين مثلا فيديوهات تعليميه بس بالنسبه للعرب التيك توك انتم بتعرفوا كيف صار جولات وتحديات تمام بعثوا لي اسئله وصارت الدول اللي بتحضر التيك توك يعني بيقولوا انه خلص هيك خلصنا من هذا لا وخلصنا من هذا الهم لانه كثير صار يسبب مشاكل حتى امريكا اليوم عم تدرس قانون حظر التيك توك صح انذروهم معهم يمكن 100 يوم بقيان انه يا بتسلمونا يا وبتصير ادارته امريكيه بما يتعلق بامريكا يا اما نحظر هذا التطبيق صحيح بامريكا. طيب نرجع للتسويق للذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيف بقدر جيب شغل انا ذكرت رغد من شوي وانا على طول باكد عليه موقع اسمه لينكد ان
هو لينكد إن، موقع السيرة الذاتية، موقع سوق العمل، موقع يجمع أرباب العمل بالباحثين عن العمل. حتى في شركات في سوريا ما عاد توظفك إلا ليكون عندك لينكد إن. بالخليج، بالسعودية، بالإمارات، لينكد إن قولا واحدا بيقولوا لك لا تبعث لي السي في تبعك، بعث لي اللينكد إن تبعك. صحيح. فليش نحن اللينكد إن ماله منتشر بسوريا بقوة؟ نحن لسات عم نشتغل على موضوع السي في بالطريقة القديمة، عم نحاول نوعا ما بشكل يعني مجددا انه حتى عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي انه ندخل سي فياتنا. هلا بنشوف ايه، هلا بنشوف انه وقت بنشوف بصفحه فيسبوك لشخص بهمنا امره او انستغرام بلش يعرف عن حاله اكثر، بلش يحكي عن حقيبته التعليميه، عن مهاراته، عن خبراته. هذا الشيء ما كنا نشوفه قبل، كنا نشوف تاريخ الميلاد وممكن نوعا ما اوقات اشخاص بتحط البريد الالكتروني، اوقات لا، واوقات بيحطوا صوره شخصيه، لكن مجددا صرنا لا نشوف عم يحكوا عن الحقيبه التعليمية، خبراتي، مهاراتي، أنا شو إنجازاتي، وين كنت أشتغل. فهذا الشيء عم يتقدم يا عن طريق محتوى يا أما عم يكون بصفة تعريفية. تمام، بس وهي شغلة كتير حلوة. بس بالإضافة بالإضافة تفضلي، بالإضافة طبعا للصورة الشخصية اللي أصبحت أمر كتير مهم. فصار يعني محتوى التواصل الاجتماعي بالنسبة لي مثل صورة مصغرة عن سي في أنا عم أقدمه، أعرف مسؤولية توظيف عني. وهي نقطة كتير مهمة. برجع بذكر مرة ثانية بموضوع الإيميل، شغلة كتير حلو أنه أنا وين ما كنت بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى أي منصة حط إيميل، لأنه أنا ما بدي مسؤول التوظيف وقت يشوفني ويتعرف على محتوائي يروح يحاكيني على المسنجر أو على الخاص. تماما، يروح يحاكيني بطريقة رسمية أكثر عن طريق الإيميل. والصورة مو المطلوب أنه اليوم تكون صورة شخصية بلباس رسمي، المهم انه تكون جودتها ودقتها عاليه لحتى تعكس اعطي فكره عن حالي، تعكس الفكره اللي انا حابه انه اعكسها عن انا حالي. كنت جاي اقول انه لا تتوقع يوظفك مدير موارد بشريه اذا كان ايميلك اسمه قاهر قلوب العزاره @gmail.com اسواي او اكبر عيله بسوريا رغد اسواي، يعني انه هيك، او انه بتخاف تحط صورتها لانه هي بتنزل على الجامعه قدام 300 شخص زميل بالعمل، زميل بالدراسه على مقاعد دراسه، بس ما بتحط صورتها. ايه يعني انت لما بدك تطلعي تعملي جواز سفر بالهجره والجوازات وتروحي على اي بلد اي مطار ففيه صورتك المحتشمه، هو محتاج وعي. هذا الموضوع محتاج وعي اكثر بهذا الامر. يعني نحن بس اعتبرنا الفيسبوك تبعنا والانستغرام تبعنا هو واجهتنا الى سوق العمل، ساعتها بنعمل كل هالخطوات. صحيح، بنعمل ابديت، بيكون هو السي في المصغر للشيء اللي انا حابه انه اعرف الاخرين. طيب خلينا نقول انه الكومنتس او الريفيو اليوم كثير بهمنا، يعني انا من الاشخاص اللي بس بدي يفوت على اوتيل خلينا نقول احجزه او على طيران او وات ايفر بدي اشوف الريتنج تبعه، الريفيو تبعه، الريفيو بتكون من 5 او من 10. نفس الشيء الاشخاص اللي عندهم مواقع تواصل اجتماعي ممكن تكون الكومنتات بتدل على هن شو. فاليوم هاي الكومنتس اللي عم يتعرضوا لها كثير اشخاص او انتقادات، هل تؤثر فعلا بسوق العمل لما بيصير في مقابله او بيجي حدا من الاتش ار بيعمل هيك بيطلع على هي الكومنتس؟ تماما صحيح. اليوم صار في وعي اكثر مثل ما ذكرنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فانا اليوم اي صفحه بتهمني بدي فوت لعند اي شخص وشوف المحتوى تبعه، صرت شوف الاعجابات، المنشورات عن شو بتحكي، الانتشار تبعه، التفاعل على هي الصفحه، شو عنده متابعين، صرت انتبه للتفاصيل الصغيره. واذا عندي شوي خبره اكثر صرت بعرف اذا هذا الشخص بيتبع استراتيجيه معينه انه هو ينتشر ويتطور او هو عم يشتغل بشكل عشوائي. لكن التعليقات السلبيه والايجابيه لها دور كثير مهم انه هو يرفع من الصفحه او خلينا يعني نرفع من ريتش الصفحه اكثر وخليها تنتشر اكثر او لا. فاليوم التعليق السلبي هو له يعني منحيين، اما تعليق على الصعيد الشخصي، وهذا التعليق على الصعيد الشخصي كثير مهم لانه هو بيكون كثير سلبي ببعض الاوقات اذا انا ما فورا عالجت هذا الموضوع، او تنمر يعني تنمر اذا انا فورا ما عالجت هذا الموضوع، ما رديت على هذا الشخص، حذف التعليق هو مو شخص يعني هو مو شيء نهائي، لانه انا ما المفروض احذف دائما التعليقات، انا بحذف في بعض الاوقات وبعض الاوقات بعالج، معناته انا في عندي ثغره لحتى الاشخاص دائما عم يعلقوا على نوع الموسيقى، على نمط التصوير، على الصوره، عم يعلقوا على المحتوى، في شيء مو صح انا عم بشتغل عليه. بس استاذه في شيء كيدي احيانا، وباوقات يعني مثال انا متجاكر من رغد نزلت صوره، فانا عندي 60 حساب وهمي تبع رشا اسواي وسوسو الدلوعه وكذا وكذا، فبس نزلت صوره رغد انا من حساباتي الوهميه لانه انا انسان متفضي، لانه انا ما عندي هدف بحياتي، لانه انا بفيق الساعه 1 الظهر بنام الساعه 3 الصبح، ما عندي إجازة، ليش عايش ما بعرف ايه. فبفوت لعند رغد، سوري رغد يعني بدي اقول مثال، غليظه انت ليش مطلعينا ما بعرف مثلا، متعرضين كلنا لهالقصص، هذا بيكون عم يعلق، بيكون مثلا
لسه ما معه شهادة، لسه مو عامل إنجاز بحياته، عم ياخذ مصروفه من البابا والماما، بحاول يقلل من قيمه الاخرين. على البروديوسر عم تقول لي رد من حسابات فيك، رد من حسابات فيك. لا اسير هي صارت للاسف. هو نحن يا اما ما بدنا نضيف كل الاشخاص وما تخلي صفحتنا بابليك، يا اما بنحاول نحضر بعض التعليقات المسيئه ونتحمل ونحاول الرد على البعض. النوع الثاني هو وقت بنشوف اشخاص بيشتغلوا بمواقع، لانه صرنا اليوم نعرف انه كل الشركات في لها مكاتب صارت مختصه بمنصات التواصل الاجتماعي، مسؤولين عنه يطلعوا كل شيء له علاقه بالشركه من مواد للتسويق او اي اخبار. فبنشوفهم بيجي دائما بعض الاشخاص بيعلقوا على المنتجات. كثير مهم اليوم انه هذا الشخص اللي عم يحكي باسم الشركه يتشكر هذا الشخص على التعليق ويقول انه يمكن يكون في غلط بسيط من قبلنا، وهذا التعليق بضيف لنا لانه نحن حنطور من هذا المنتج. فكثير مهم انه نحن نتعامل بايجابيه مع التعليقات اكثر ما نتعامل مع السلبيه. السلبيه بدها تنعكس علينا بالنهايه وبدها تقلل من قيمه هي الصفحه، فالشغله بدها طولت بال مثل ما ذكر. صحيح صحيح. شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك. يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك للحديث الحلو.